السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم طه جيم كراك، واليوم جيناكم بفيديو جديد مو شرح حق الألعاب، شرح لتحميل برنامج اليو تورنت. أدري إنه أغلب الناس عنده، بس ممكن في بعض الناس ما عنده البرنامج ده. فاللي علينا اليوم إنه بنحمل البرنامج ده، برنامج مرة حلو. حطيت لكم رابط الصفحة هذه في الديسكربشن. اللي عليك هو إنك تروح على داونلود ناو، عشان يحمل لك البرنامج. اوكي، زي ما شايفين حسنا. لا، ما بحمل، انا خلاص حملته قبل المرة. فبعد ما تحمل يجيك زي كده، طيب وشغله. اللغة العربية موجود، مع مداعمين للغة العربية، فاسوي اوكي، اسوي داونلود. دقيقة شوي بس، والله هو كمان بكلمكم عن موضوع مهم، اللي هو الموضوع هو اني والله حصلت لي مشكلة بالكمبيوتر كله، فيعني خلي اخلص الشرح وان شاء الله كلكم عليها. اوكي، التالي ايقونة على سطح المكتب، ايقونة في ابدا. اوكي، لا هذا، لا شيلوا هذه. اوكي، تالي عفوا. تم، طيب ايوه وافق يا اخي. خلاص تحمل، ايوه تحمل. البرنامج مرة خفيف، فيعني زي ما شايفين اشتغل. تروحون الين التورنت، وين تحطون اي تبغى. بس انا في عندي لعبة، وين تتحط اللعبة هذه؟ كنت حاط، لا ايوه انا قلت واحد صار بيوتري، فعندي اللعبة هذه او هذه. تقول حسبي، لا تشيله، اول ما يجيكم ده سوي له ازالة، لا تحمله. اوكي، هذه اللعبة اللي ابغاها، فازم بشكل تحمل، فسوي الايقاف. اوكي، ما علينا. البرنامج زي ما هو جالس شايفين شغال 100%، والموضوع بكلمك عليه انه جت مشكلة بالكمبيوتر. طنش ابوه، يس عذب ابوه ذا البرنامج لانه مرة ما له فايدة. فيعني المشكلة اللي حصلت لي انه الكيبورد حق اللابتوب حصلت له مشكلة، انه ما عاد يكتب لا هو ولا الماوس. يا شباب يعني انتوا، الموقف اللي حصل لي اني اضغط اضغط ما بيكتب، الكيبورد فصل خلاص. بديت عند الرجال و يعني قال يبغى تعريف. تعريف ايش؟ عندكم صاركم زي كده؟ هو من جد كان يبغى له تعريف، فسوى لي فورمات الكمبيوتر. لذلك سويت شرح للتورنت، فالفورمات ذا يعني محالي اشياء كثيرة، في اشياء بوقفها كمان، يعني مثل كول اوف ديوتي مودرن وورفير حوقفها بصراحة. ادري والله كنت مستمتع فيها انا ومستمتعين انتوا فيها، كان نفسي اوصلها للنهاية، بس يعني مسحت اللعبة. يعني اللعبة حجمها 6 جيجا بايت، ما عاد لي خلق زي اول ارجع احملها، حجمها مرة عالي. يعني ايش كمان بنقول، بس ما تنسى اللايك والاشتراك، ومعاكم طه جيم كراك، ومعلش على السحبة، وفي اشياء راحت كثير من عندي والله بالكمبيوتر، حاجة عاسسها ومدري ايش. فلا تنسى اللايك والاشتراك. معكم طه جيم تراك، اقابلكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.